اليوم الغداء بهالمطعم. هذا المطعم بإزمت سمينا ويا الشباب أبو القراطيس. مشكلته هن التكة تخلص بدري. هذا اسمه. ليش يسميه أبو القراطيس؟ لأنه ما عنده أطباق. يجيب لك الأكل يفرشك الطاولة قراطيس أوراق مثل الجريدة كذي. ويجيب لك الكباب على طول بخبزة كذي يحط لك إياها. تسمي بالرحمة. شيش طاووق عنده قوي. التكة قوية بس التكة 4.5 4.5 5 ما راح تلقاها خالصة. والكباب قوي حيل. سواء كباب أضنة اللي يجي سبايسي أو أورفا. هني بتركيا كباب إذا قلت لك كباب أضنة يعني كباب في سبايسي. كباب أورفا يكون ما في سبايسي. طبعا كذي يفرش الكراطيس بس عذروبه ما عنده حمص. إيش سوينا؟ أمر البقالة أبو عمر اللي هي خيرات بلدنا. اكتبوا بجوجل خيرات بلدنا. أمره إيش اشتري منه حمص واجي هني اعطيهم اقول حط لي اياه معون الحين اجيب لك خبزه هني على التكه والكباب والسوالف هذه. يحط لك خبزه كذي يقول لك سم بالرحمه لا صحون ولا كلام فاضي. يقول لك في مثل تركي قديم يقول المطاعم مخابر ما هي منابر. يعني هذا مطعمه كلش تمر عليه تقول يبا من قاعد فيه كراسيه كانك قاعد بكراسي مدرسه مالت اول متواضع القاعده. بس انا بالنسبه لي مصنف بالكباب عنده أضنة كباب وكباب اورفا. طبعا لازم تعرف الفرق. اورفا اللي ما فيه فلفل ما فيه سبايسي. أضنة لا يكون فيه سبايسي وخلطه غير. ما في شيء أفضل من القهوة العربية. احترام شديد للكولد برو اللي بالثلاجة. طبعا ليه ما صار وقتها قهوة عربية وقطع. يدور 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 لغاية ما يصيد جو على قولتهم. عبق من سنتين أمورها طيبة معي صراحة تبارك الرحمن. وبعدين بيني وبين الآلات الإلكترونية هذه خلاص حلت محل. يعني ترى نفس التكنيك تني تحطها عشان مصدر حرارة. مصدر حرارة بوقت معين. هذه تايمر وقت معين ونفس درجة الحرارة. بل انك مرات اصلا لما تسوي القهوة تحط الدلة تحط ماي حار هني. نفس التكنيك. ما خلو شيء حبيبي. اتوقع ميدن تشاينا حبيبي ما خلو شيء تشاينا. وقت وحرارة معينة. يعني اول شيء يرفع درجة حرارة عشان يغلي الماي. بعدين يقول لك حط القهوة ينزل درجة الحرارة يخليها على نار هادية ويخليها 10 دقائق. فالحين القهوة 10 دقائق بهذا الشكل. بعدها آخر شيء يعطيك 4 دقائق يقول لك تبي تحط الهيل حط هيل وسم بالرحمة. تخيل لو بالستينات أو السبعينات مثلا تجي تقول لهم بسوي قهوة بدون نار. يعني كانت بالنسبة لهم أوف يعني خيال علمي. قهوها وصلتني من تطبيق كيف هالقهاوي هذه أو خلينا نقول هالمحاصيل هذه. والمهم أداة الكولد برو هذه. أنا صراحة أنا صديق الكولد برو مع هذا الشيء الجميل. أنا عندي طاحونة هذيك بس خلينا نقول هذيك مالت مبتدئين. هذه طاحونة بس على مستوى. هذه هي الطاحونة. عاد أمس هو منزل لها شرح وليد الدوسري الله يجزاه خير. ونزد بريسو على قولته شو يقول. يقول هذه أرخص أقوى طاحونة يدوية. من تحت الطاحونة هذه تقدر تعيرها. وأنا صراحة قاعد أتبع الشرح لغاية ما خليتها طحنة خشنة. هني قاعد أسوي أكثر من تست لغاية ما ضبط الموضوع. الحين بإذن الله بجهز أحط الفلتر وركب وبطحن وبسوي كولد برو. كولد برو الفكرة شنو؟ إنك تحط البن. أوريكم الحين فكرة من هذه الأداة. يجي معاها فلاتر هني تضبطها كذي تطحن طحنة خشنة وتحطهم داخل وتقفلها وتصب ماي وتخليها 24 ساعة. الوعد بعد 24 ساعة تشرب قهوة مرتبة. وهذا المحصول اللي عليه الكلام صراحة عليه مدح من طبعا من تطبيق كيف. كلها حتى الطاحونة من تطبيق كيف. هذه يقولك أقوى طاحونة يدوية أو خلنا نوصفها بالضبط أقوى أرخص طاحونة يدوية.
من ناحية الأداء. هذه 20 بسويها 3 مرات. أبعبي هالفلتر هذا. أنا أحتاج 60 جرام. طحنة خشنة حيلها. تقريبا 600. هنقفلها كذي وبالثلاجة لبكرة. هذه الأداة حق الكولد برو. خلاص سوي قهوة اليوم الوعد باكر. كلش ما توقع في فقرة الشاشة. نعتذر من الجميع ونراكم غدا بإذن الله. فقرة فيه متى؟ بعد بالليل اليوم. والسبب شنو؟ المنتجع صراحة شديت حيلي بالسباحة كرة الماء. بعدها طلعنا رحنا مشينا حوالي 4 كيلو. فطاقة ما فيه اليوم. الوعد باكر فقرة.